بوزنيقة كل مكريات جيتسكيات. الأدوار والمقاربات الأمنية، الدور ديال السيد القائد اللي كل صباح خصو يصبح هنايا يشوف واش واقع عندنا هنايا. إذن مشكورين إلى صوت العدالية نقلات على يعني وعانات معاناة الطريق باش تجي من الدار البيضاء لهنايا لبوزنيقة، وسيرتو لهنايا كما كنقولوا الشاطئ المتنفس الوحيد لمنطقة بن سليمان، على غرار ما كان يشاع ويقال أنك ما تقدرش تعوم في الشاطئ ديال بوزنيقة. فبطبيعة الحال فالآن كتعاين أنت حاليا يعني في الخلف ديالي يعني مجموعة ديال الجيتسكيات. الجيتسكيات سيدي اللي نض عليهم الجدال هذه سنين، كل عام كيتجدد القرار العاملي بالمنع ديالهم، يعني باش انهم ما يخدموش الجيتسكيات وما يتكراوش في البلايص الاماكن العموميه كيعوموا فيها عباد الله، ومعلقين يعني معلقين اربعه ديال البانوات ولا خمسه البانوات من دخل ديال هذه البلايه هذه ديال بوزنيقة. حاليا مجموعه لوبي اللي كيكري هذا 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 الجيتسكيات اللي هي كما كنقولوا هي الدراجات المائيه بدا بمحرك يعني بسرعه قويه، كيضرب عرض الحائط كل المقررات العامليه. داك مقرر عامل فهو لا يساوي شيء امام التسلط ديالهم، ف 300 درهم من ربع ساعه او نصف ساعه او حتى 200 درهم من نصف ساعه فهي كتضرب عرض الحائط. وهاد الناس اللي كتستغل هاد الاماكن العموميه من اجل الترويج لهاد الهوايه كما اسميها في مكان كيعرض حياه الناس للخطر. اقولها واعيدها، هاد الجيتسكي هذا كيعرض الناس للخطر. علاش؟ لانه يقدر يتكري تكرير لدري صغير. من غير يتكرير لدري صغير يقدر السائق ديال الجيتسكي حيت ما عندوش المام حتى بالسياقه ديالها، كيجي انه باغي غير يجرب جيتسكي. كيتم داخل كاينه مجموعه كتعوم عاديه ديال الاطفال او ديال الناس بعقلهم او واحد كيدير سيرف، حتى كتعرض للحادث. يعني من يتحمل المسؤوليه؟ واش يتحملها السلطه لصدرة القرار يعني في شخصية العمل ديال بوزنيقة ولا ديال سليمان، أو كتحملوها رجال الدرك اللي هما اللي معنيين درجة أولى بتخليق الحياة العامة داخل هنايا فرض ذاك المقرر. هما اللي عندهم السلطة أنهم باش يمارسوا ذاك القرار باش يفرضوا ذاك والمنع، هما الدرك لا داخل الماء ولا خارج الماء. بوزنيقة كلها مكريات جيتسكيات. الأدوار والمقاربات الأمنية، الدور ديال السيد القائد اللي كل صباح خصو يصبح هنايا يشوف واش واقع عندنا هنايا، ما كاينش اعوان السلطه ما نظنش يعني راه جيبها يا جو راه حطها دابا حدا رجليا يوقف عليك الباشا، ماشي تجي تسكيات جيبها يا جو راه قلت لك يا جو دابا حطها حدا رجليا غيوقف الباشا. هاد النوع ديال المقاربات ما بقيناش كنشوفوهم. الادوار ديال الدرك الملكي فين هي؟ واش الادوار ديال الدرك ما كيمحصورها غير في لوطوروت وفي الرومبات؟ تنظيم السير راه من الادوار ديالهم هذه خطيره كاع باش تحبس يعني الضرر على المواطنين. راه تقدر تعرض واحد الاداء يعني للاشخاص والممتلكات، يعني الاداء هو الضرر ديال الامن الحقيقي يا صاحبي. واش نبقاو الهضره ديما دي نعاودوها في الدار البيضاء نعاودوها في المدينه. العام اللي هو واضح واحد القرار والناس هذه الرساله كنقول له انك القرار ما كيسوى والو امام هاد الناس هادو، ما كيسوى ذاك القرار العاملي والو، حتى حاجه ما كيسوى. يعني هاد الناس كيضربوا في الحيط وماشي كيضربوا، هاد الناس ضربوه هو. شو امامنا دابا واحد السرعه كيمشي بها لا حول ولا قوه. الاشكال اللي كان الاشكال اللي مطروح الممارسة ديال المقاربة الأمنية منعدمة، ماشي شي منعدمة في شاطئ بوزنيقة، يعني ما كاينش الحس ديالها نهائيا، ما كاينش التواجد، لا بريزونس ما كايناش.